على الايرليك كويجنز. الاسيد عن الاسيد عن بيزازين الحامض والقطاعه. شنو الفرق اللي بيناتهم؟ بالنسبه للاسيد هو معروف بالنسبه للو بي اتش هو اقل من 7 تمام؟ بعد شنو الميزات اللي نسوي دونيشن للبروتون اللي هو الهيدروجين ايونز يضيع الأمثلة لها سترونج أسيدز وويك تمام؟ البيزز القواعد عادة اللي يكتسب بروتونات زين البي اتش مالته أعلى من 7 صح؟ اليوم مريضة شو بيجي يعني؟ أي شوي شو بيجي يعني تعبان؟ ونفس الشيء مثل ما اكو احماض قويه وقواعد قويه وقواعد قواعد ضعيفه تمام؟ زين القاعده المعروفه انه من قاعده وحامض يتفاعلون ايش راح يسوي؟ هو واحد يوازن الداخ الناتج من عنده شيء يطلع هاي ستاندر ملح ومي ما بين كل مجال تمام؟ الملح يسوي برسم بيت هو او المي هو تمام؟ زين نجي على الايونيك ايكويشن many reactions that will control the base in aqueous condition will be involved ions. Form while the ionic substance are dissolved in a solvent. كل المواد الأيونية تلعب أنها السولت. شو بيسووا من قاعدة ونقل المحاضر وتفاعل وشتلع طلع ملح. هذا بيجي ذوبة أنت aqueous condition يعني وسط مائي. رح نتحلل إلى أيونات. بتنطلق ايونات في داخل الوسط المائي مثل هذا الان اي سي ال طلع الان اي بوزيتيف و سي ال نيجاتيف نفس الشيء بالنسبه للاي جي ان او 3 زاد الان اي سي ال ايش طلع لنا اي جي سي ال زاد الان اي ان او 3 هذا نجي فلتر المعادله بتطلع اي جي بلس اللي هو بلس زائد الـ NO3 هذني أيونات واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف زائد الـ NA زائد الـ CL ينتج لنا AgCl زائد الـ NA زائد الـ NO3 هاي الهدف من هسه احنا ايش ليش حتى نوصل لمصطلح اسمه سبكتيتر ايونز يعني شنو؟ يعني من كل شيء يدخل بالتفاعل هو اللي يلعب دور اكو ايونات تطب وتطلع هي والماكو سول واكو هي اللي بدها تتفاعل فعلا بدها تطلع لي ناتج زين فانا هدفي منها شنو؟ انه اريد اعرف من انظر على المعادن الكيميائيه من اللي بده يسوي شيء ومن اللي ما يكون شيء هذا شلون اعرفه؟ اعرفه من خلال الحاله ما تتبدل يعني استخدام الكاتب الزين زين زين ان اس هذا اس يعني هو سولت او سوليد فشي يترسم من صفحة اللي تخش طلع طلع اكويس تحول الى سائل زين او بيتبدل او شوف هذا السي من حالة اكويس الى اس تحول زين او مرات يكتب ار سموك يعني ليكويد صار زين او الحالة الايونية ما تتبدل يعني كان من تشوف مثلا السي يو بلس 2 هنا صار زيرو نيوترون ليش؟ لانه تحول الى اليمنت الاليمنت بدون تشارج يصير وياي يا حبيبي وياي الوضع وياي عرفت زين فهاي هنا بنجي نراعي عليها اللي دخلت بالت اللي ما يعني ما سوت شيء طبت اكويس وطلعت اكويس او طبت بتشارج وطلعت بتشارج نفس الحركه فهاي ما لها اي دور هاي بالنتيجه رح نوصل لشيء اسمه النت ايونيك ايكويشن اللي هي هاي النت ايونيك ايكويشن اللي جاب عليه هسه من اللي سوى فشي الى دور بالهوس هاي قلنا زد ان كان اس سوليد ايش طلع من عنده زد ان اكويس اذا هذا تفاعل او متفاعل سوى شغل صح؟ السي يو اكويس بلس 2 شو تحول؟ سوليد اذا سوى شيء لو ما سوى فقد التشارج وتحولت الستيتس مالته من ليكويد الى سوليد الـ SO4 هذا الـ SO4 اجى هنا الـ SO4 هو يكون يصطلع على الكويس هو عنده نيجاتيف تشارج هذا يسوي شيء هذا؟ فاذا نحذف
فالنت نيجي يسألني بالسؤال اريد النت ايرون ايكويشن زد ان زائد ان سي يو فلعبت لنا زد ان زائد ان سي يو ده النت ايرون ايكويشن يعني احنا بس نرتب بس موجودات احنا من يجي لك سالفه السؤال حبيبي مصطفى يقول لك هذا التفاعل اكتب لي النت ايرون ايكويشن اللي هو نت ايرون ايكويشن النت يعني صافي انت شايف هسه لما تروح لاول اسواق تشتري من عنده علبه مال نوتيلا مثلا بالنوتيلا او بالتونه يكتب لك الوزن الكامل 450 غرام الجوا يكتب لك نت ويت يعني الوزن الصافي مال الماده بس اللي داخل عنده بدون علبه بدون اي اضافات هالقد وهي اقل من الوزن المكتوب الاصلي تفهمني؟ هاي نفس الشيء هاي معادله طبعه 10 بس هم مو العشرة كلهم اللي يتفاعلوا اكو عندي عناصر لعبة دور البقية مو لعبوا دور لعبوا بس جايين على الواس بس ما سووا الناتج فمن يقول لي تعال طلع من اللي يتفاعل فعلي وحقق شيء اذا دلنا بل اللي حقق شيء تمام؟ زين نجي على الورقة قلنا مع الـ AGNO زاد الـ NACL طلع عندنا AGCL عندنا A زاد الـ NO3 نجي بواحد عليه الاي جي فسخناه الاي جي هذا اكويس يحمل شارج انا او 3 اكويس يحمل شارج انا اي او سي ام نفس الشيء ايش طلع عندي؟ طلع اي جي سي ام شو تحول هنا؟ سولز اذا من اللي تحول هنا اول اثنين الاي جي والسي ام صح؟ بقى منو طلع وياي انا اي وانا او 3 هذا لسه نجي نباوع الاي جي طلع صار سولز تمام؟ السي او نفس الشيء اذا ذولا حققوا شغل ولا ما حققوا تمام الان اي طب اكويس ايش طلع؟ اكويس بنفس الجارج الان او 3 طلع نفس الشيء بنفس الجارج فاذا من اللي ما سووا شغل؟ الان اي والان او 3 اذا النت ايرونيك ايكويشن اي جي زائد السي او طلع لنا اي جي سي او واضحه؟ هاي نفس الحكي اللي يعيدها بس ملونه زين حتى تبين زين دكتور هاي المواد اللي ما تشارك بالتفاعل تطلع حبه يعني شرط تطلع على هيئه عاصف يعني بالتفاعل ما اسف حبيبي هي اللي تسوي مكتوبه عندي هي لو طابه اس وطالع اس اقول لك ايه هذا الراس هي طابه اس بعد طلعت اكويس اكويس يعني لا زال السائل بس ما دخلت بالتفاعل نعم تفهمني شلون؟ مثل حفله سرحنا هنا اربعه واحد يقول لك هذا هو محور الحفله هو رقص هو سوى كل شيء وانا واقفين دبابه صح؟ فمن يجون يسألون من كان يا ابو هذا رمز الحفلة يا ابو هذا زين البقية ابو المقرة لو يتفرجون هذا نفس الشيء ابو ستة او اربعة اثنين سووا شغل وانت اللي يتفرجون فهو دا يسأل بما معنى طلع لي اللي سوى شيء واللي قاعد يتفرج يعني اذا يتفرجوا ولا يشتغلوا واضح؟ المعايير اللي تحددها منه هي الحالة مالتها سواء كويس تحولت الى شيء او تحولت الى ليكويد ايرون زين زين هسه شوف هنا هي هاي نفس اللي قاعد اقول لك اياها things to note there are no sulfate هذا هنا اللي بدي احكيه هذا اول ما هذا اللي حكينا بنصير there are no sulfate ion in the net ionic equation as these are spectator ions يعني متفرجه عناصر متفرجه زين charges and atoms are still balanced in both types of ionic equation صحيح هي كل الموازنه كانت ما فيها مشكله التوتال ايونيك ايكويشن شيء مثل انه all the ions اللي دخلت بالتفاعل حققت لي شيء. النت ايونيك شوف هاي التوتال اللي يقول التوتال all ions يعني طبت اللي سوت شغل واللي تفرجت طب حاطيها بالتوتال تمام؟ من جينا على النت ايونيك ions changing from ion to non-ion يعني كان عنده تشارج فقد التشارج مالته او or vice versa يعني ما كان عنده تشارج وطلع به شحنه No spectator ions with solid do not form ions in the solution. يعني تحول من aqueous إلى solid. هذا يدخل ضمن النت ionic equation. A new solid forming into the product is known as the precipitate. يعني ده البواسط اللي ينتج عليه. سهل سهل أقول لك اللي هي تحصل ضمن النت ionic equation. واضحة؟ زين. نجي على the precipitation reactions.
هنا هسه شو مسوي؟ هذا الـ AG زائد الـ NR3 زائد الـ NA زائد الـ CO، AG CO زائد الـ NA زائد الـ NR3. النيت عندك equation اللي هو AG زائد الـ CO، طلع لنا AG CO هذا راس المعادلة. زين؟ نجي على هذه المعادلة. H2SO4 هسه شو يقول لي؟ changes these full equation to ionic equations. حوليها الى ionic equation، طلعنا من عندها النيت ionic equation. H2SO4 زائد 2NaOH يطلع لنا 2H2O زائد N2SO4. هاي بس حطوا ببالك هذا ال H2O هذا L مو أكويس، L يعني ليكويد صار. زين؟ فهنا نجي نفسخها. من اللي دخل بالتفاعل السهماني؟ 2H تمام؟ زائد SO4 هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. ويا قاعدة اللي هو 2NA ويا 2OH. صح؟ طلع لي 2H2O liquid زائد 2NA plus SO4 minus 2. هسه هو من اللي سوى شيء واللي ما سوى. 2H غير الستيتلس مالتي من aqueous الى liquid صح؟ ال SO4 طب aqueous طلع aqueous. ال NA طب aqueous طلع aqueous زين وال O2 بمعنى العفو هنا ال OH. فاذا اللي سووا فعلي بالتفاعل هم كانت هذه الايكويشن اللي هم 2H plus زائد 2OH طلع لنا 2H2O تمام؟ هذا النت ionic equation. دكتور من اللي طلع liquid؟ بس هو H2O liquid بس هو ليش كانت الجواب؟ اي لو كان خطا حبيبي بس انا بدي انبهك عليه زين؟ هسه نجي على المعادله الثانيه Br2 زائد 2KI طلع لنا 2KBr زائد I2 aqueous زين؟ هسه نجي نفسخها شوف كل إليمنت هذا إليمنت Br2 هذا إليمنت عنصر هذا ما بي تشارج تمام؟ مثل I2 I2 أيضا إليمنت ما بي تشارج فشوف من كتاب مثل ما هو Br2 زائدا شوف بس هذا ماذا؟ هذا كومباوند فلما نيجي نفسخ الكومباوند لازم يكون نيوترال بس لما نعطيه الكي آي ما حط عليه في الشحنة يعني معناتها عدد شحنات الآي نفس عدد شحنات البوتاسيوم فطلع لي نيوترال ما في شحنة اكو في بعض الاحيان مثل CO3 او CO3 يحط لي نيجاتيف فوق او بلس 2 يعني اخذ واحد دوميننت بالشحنه مالته مسيطر اللي هو حاط لي اياه على الكرتون هذا ما منطق فايش دخل عندي 2 بوتاسيوم بلس زائد 2 ايودين ماينس ايش طلع من عندي 2K plus 2Br minus زائد R2 هسه نجي نباور Br2 شطب بدون تشارج صح؟ اشطلع عندي هنا تشارج 2K plus اشطلع 2K plus نفسه الRB تشارج اشطلع على element بدون تشارج فإن من اللي دخل بالتفاعل فعلي Br ويا الI طلع لي R2 زائد Br negative 2Br negative واضحة؟ واضحة عند الحين فهسه هنا من اللي تغير؟ شوف الستيتس مثل ما هي كلهم اكويس بس من اللي تبدل؟ حالة الشحنة مالته فهي حتى نعرفها من نجي نفسخ المعادلة الكبيرة لازم نتابع الشحنة كايون وكستيتس مالته وشنو هذا؟ كان زائد تحول إلى صليب أو شنو تحول إلى ذكر واضح يعني؟ نجي على هاي المعادلة COSO4 زائد 2NaOH يطلع لنا COH by 2 زائد N2SO4 زين نجي نفصلها CO plus هذا لازم نتوازن ليش؟ لأن هو COSO4 هذا مكون واحد كامبوند بس ما شايل شحنة يعني معناته CO نفس شحنة SO4 فهذا بلس 2 هذا ماينس 2 زائد القاعدة 2NA زائد 2OH نفس الشيء بوزيتيف ونيجاتيف تمام؟ ايش طلعنا من عنده؟ COH by 2 هذا شنو؟ S هذا صار precipitate زائد 2NA plus SO4 minus 2 زين هسه من اللي سوى شغل هنا؟ CO تغير صار شنو؟ مو مصطفى ويا حبيبي CO صار بي CO صار من اكو يا سيدي هسه اذا هو على الشحنة على الحالتين غيرت بي الشحنة مادة وغيرها وهنا اكريس حالة سائلة الى شنو؟
لا صدق درس سوري صح؟ فإذا السي هنالك شحنة ما انتقالت ولا تحول إلى سوري من إكريس إلى سوري تمام؟ زين الأسوار فور طب وطلع مثل ما هو كل شيء ما صار فيه صح؟ لأنه هو إكريس في إكريس ماينس اثنين هذا ماينس اثنين صح؟ صح ولا لا؟ زين الـ LA والـ 2OH زين الـ LA مثل ما طب مثل ما طلع نفس الشحنة ونفس الحالة صح؟ الـ OH لا دخلوها من الاتحاد ويا الـ C وغير من الأكريس إلى سوليد صح؟ فإذا النت أيونيك إكويشن منه Cu plus 2 زائد 2OH minus طلعنا COH by 2 صح؟ نجي على المعادلة الثانية PB NO3 by 2 زائد 2KI طلعنا PBI2 زائد 2KN وافر زين نجي نفصل PB plus 2 زائد 2NO3 negative زائد 2K plus في 2I minus طلعنا PBI2S زائد 2K plus 2NO3 منو هذا اللي سوى شيء ودي ما سوى هذا منو اللي تغيرت زين صار بينهم صار صار صاروا سوى فقدوا الشحنة وتحولت الحالة مالته لأن عادة الصلب هذا شوف ميزته ما بيشحن نهائيا زين فالبي بي فقد البلس 2 تحول من أكريس إلى سوليد الآي نفس الشيء فقد الشحنة مالته النيجاتيف وتحول إلى سوليد منو اللي ملعب كل شيء الكي كل شيء ما سوى الأو 3 كل شيء ما سوى فالنت أيونيك إكويشن ايش تشمل بي بي بلس 2 زائد 2 أي نيجاتيف طلع لنا بي بي اي واضح؟ واضح هاي المستوى هاي اول بارت من المحاضره خلص هذا راح يمهد لنا فشي شوي اكبر من عنده شوي معقد شوي نجي على الريدوكس رياكشن الريدوكس رياكشن هي التفاعلات اللي تشمل الاوكسيديشن والريدكشن يعني الاختزال والاكسيديشن حتى نميز الاختزال والاكسدين هي عمليه فقدان واكتساب للاكسجين او عدد للالكترونات وللهيدروجين وهذا شنو الاكسديشن نمبر اللي يتغير عندي تمام زين هسه راح نجي عليها كلها واحده واحده الاكسديشن نفقد بها الكترون ليش لانه عاده الشحنه السالبه تتغير الشحنه السالبه مثلا كان شايل ماينس واحد تحول الى صفر فقد الالكترون او كان مثلا ماينس 2 زين او ماينس 1 تحول الى بلس 1 يعني فقد الالكترون غير شنو انكريز الاوكسيديشن نمبر هو هذا الدعتي اللي بعد هو الدعتي حبيبي من ماينس 1 تحول الى صفر من صفر الى بلس 1 من ماينس 1 الى بلس 1 يعني الاوكسيديشن نمبر الفوق مال الايون صعب زين اللي هو شنو ريموفال اوف هيدروجين الهيدروجين فقدت بس دائما حط ابوالك ترجيها حتى لا تدوخ بيها من نقول اوكسيديشن يعني اكتسب اوكسجين اوكسيديشن شنو؟ اكتسب اوكسجين مقابلها فقدان اثنين الكترون وهيدروجين ستاندر هاي اكتسب اوكسجين فقد هيدروجين بالالكترون بما انه اوكسجين واكسده فيعطينا الاوكسيديشن نمبر اللي حيصير واضح؟ ما يرى الى الراحة القاضية ريدكشن العكس هو من حتين عكس الأوكسيديشن هذا يقين فقدان أوكسجين به لا معالي لأن هو أساس الشغل كل الأوكسجين من تصير ريدكشن إذا فقد الأوكسجين زين إحنا كنا هناك يكتسب الأوكسجين يفقد شغلتين اللي هي الهيدروجين والإلكترون هذا لا بالعكس فقد الأوكسجين إيش راح يكتسب؟ يكتسب الإلكترون والهيدروجين بالنتيجة من اكتسب الإلكترون الأوكسيديشن نمبر إيش راح يصير به؟ من اسمه هو ريدكشن ريديوس بمعنى طيب فهنا بما انه كان مثلا بلس 1 صفر راح يصير ماينس 1 او كان مثلا زائد 1 صار صفر تعرف شنو؟ يعني تغيرت لان فقد واضحه ولا لا؟ زين هسه نجي على هذا الرسم البي بي او زائد الاتش 2 زائد هذا الاكسجين ويا من هو موجود الاكسجين ويا البي بي هذا ما عنده فاذا هذا سبب النتيجه صار بي بي زائد الاتش 2 او من اللي اكتسب الاكسجين؟ الهيدروجين فاذا هذا صار بي
هذا ريدكشن وهذا اوكسيديشن. زين حتى تعرف بالسلايدات الجايه من واحد يصير بي ريدكشن اذا هذا اوكسيدايزنج ايجنت، واللي يصير بي اوكسيديشن هذا ريديوسنج ايجنت من نجي ناصبه. بس هو الحاله اللي صارت بي هذا صار بي ريدكشن هذا اوكسيديشن من نجي ناصبه. هو دور بالتفاعل شنو هذا بما انه صار بي ريدكشن اذا هذا اوكسيدايزنج ايجنت لانه هو الاكسجين. تمام هذا لين اكتسب الاكسجين صار شنو اوكسيديشن كتفاعل حالته، بس هو دوره ريديوسنج ايجنت. واضح؟ زين اجينا على هذا. روح حبيبي قول لي يا هسه صار فيهم شنو الوقت؟ هذا CO الكربون الاكسجين. لا بالله اسمع بس CO زائد Ng2O ايش طلع ما عنده؟ 2Ng زائد CO فقط الاكسجين. زين فنسميه اوكسايدين اوكسيدايزين. لا انت لا تقول على السؤال اشرح لي هو شنو العمليه صارت له شنو اي هذا ايش اسمه فقط الاكسجين. زين فيعني عمليه اختبار ايش يسمونه؟ اوكسيديشن ريدكشن ريدكشن اي ولكن هذا اكتسب الاكسجين فاوكسيديشن هذا صار هذا الثالث؟ اي هذا اكتسب الاوكسجين زين صار له اوكسيديشن وهذا فقط زين صار له ريدكشن. تمام؟ وانت يعني صبرت باعتبار انه ما يقدر يتجدد. بس صار CO زائد I2O2 ايش طلع عنه؟ CO2 زائد I2 هذا صار بي هذا اكتسب اوكسجين يعني صار بي اوكسجين. زين وهذا فقط اوكسجين يعني ريدكشن. تمام هسه لين نعرف نقول هذا الاخير ايش صار؟ C2H2 زائد H2 ايش طلع عنه؟ C3H3 هذا صار بي هذا اكتسب هيدروجين اثنين اكتسبوا هيدروجين. زين يعني صار يعني احنا ايش قلنا؟ الاوكسيديشن الاوكسيديشن شو يصير بي؟ يكتسب الهيدروجين الالكترون هيدروجين عافيه. والريدكشن ياخذ الاكسجين يكتسب بي يكتسب احنا ما ناخذ الاكسجين بس هو اكتسب هيدروجين فاذا صار بي ريدكشن. صح؟ زين هسه نجي على الهاف اكويجن. الهاف اكويجن حتى نعرف هذا صار بي ريدكشن او اوكسيديشن. زين يعني المعادله اللي جينا نشوفها الهوسه كلها راح نفصلها شوي. مثل ال Na زائد ال CO2 ايش طلع عنها؟ 2NaCO. زين هذا اللي صار ما له علاقه بيتحول الى اكويس الى سوليد ومن شنو هاي غير سالفه سالفه. هسه بدي اشوف منو اكتسب الكترون ومنو فقد الكترون. زين فهنا من نجي الضوء هو الصوديوم دائما الشحنه مالته موجب زين والسي او هو النيجاتيف فاذا الواحد يعادل الاخر فهنا ال 2 ال اي هو اللي راح يعطيني الالكترون اللي يفقد هو الالكترون حتى يصير بوزيتيف يتحول الى حاله ايونيه يتفاعل ويا الكلورايد السي او ف 2 ال اي ايش طلع لنا من عنده؟ 2 ال اي زائد 2 الكترون هذا صار بي هذا هنا فقد الالكترون اذا هذا صار بي كعمليه بدون الاكسجين فقد الالكترون يعني اوكسيديشن هسه انا قلت لك هذيك ميزتها انه اوكسجين يدخل بيها بس اكو غير عمليات تصير بيها فقدان هيدروجين او الكترون فاذا هذا صار بي اوكسيديشن. زين اجينا على الحاله الاخرى اللي هي مال سي او 2 هذا صار بي زائد 2 الكترون طلع عندنا 2 سي او ما يكتسب فاذا صار بي ريدكشن. تمام زين هسه نجي على هذا construct the balance ionic equation for the reaction between the nickel and iron from the half equation. ايش معطيني ni تحول الى ni plus 2 زائد 2 الكترون جوا Fe plus 3 زائد الالكترون طلع عندنا Fe plus 2. تمام فهسه هنا بنيجي نطبع عليها هي كمعادله هاي متوازنه ما متوازنة. ليش؟ اللي يعطيك مؤشر انه هي متوازنة تبع على عدد الالكترونات. هنا ايش قد فقد؟ اثنين. وهنا ايش قد اكتسب؟ واحد. فاذا بما معناه شنو هذا؟ نضربه في اثنين. فايش قد تطلع لي؟ 2 Fe
زائد 2 الكترون طلع لنا 2 Fe2 تمام؟ جوها نيكل معنا هنا I plus 2 زائد 2 هذا راح وياها المعادلة كلها تصير نيكل زائد 2 Fe plus 3 طلع لنا هنا I plus 2 زائد 2 Fe plus 3 واضح؟ واضح ولا لا؟ دكتور عادل يعني نضربها بالتفاعل عمود الفاعل وبالناتج مو؟ إيه يعني مثلاً حبيبي شو مش طلع 2 Fe3 نفسه زائد 2 الكترون طلع عندنا 2 Fe2 تمام؟ واضح ولا لا؟ واضح فسوى نحن وزننا التفاعل واضح يعني؟ زين نيجي على هاي ولو هي هذا الكتاب الجسم اللي يتبعي شوف هسه موجود 2i طلع عندنا i2 زائد 2 زين اللي جوها MnO4 زائد 8 هيدروجين زائد 5 الكترونز طلع عندنا Mn plus 2 زائد 4H2O زين هنا وين السبب؟ توازنها من شو انقل احدها بناء على شنو؟ على الالكترونات زين هاي السبب اذا اريد اوحدها شو اسوي؟ نضرب في اثنين شوف هسه اذا هاي اثنين وما في خمسه هذا راح اضربه في خمسة وهذا راح اضربه في اثنين فصار عدد الالكترونات نفس الشيء 10 في 10 صح؟ فهسه اجي صار عندي 5 في 2 اي طلع عندنا 10 اي او بي بلس طالع منها 5 اي 2 مطلعين عندي 5 اي 2 زائد 10 الالكترون تمام؟ جوها 2 2 MnO4 زائد 16 هيدروجين زائد 10 الكترون طلع لنا 2 Mn plus 2 زائد 8 H2O صح؟ من نجي اختزل على ارقامنا هاي وياها فاذا المعادله ايش راح تصير؟ 2 MnO4 زائد 10 اي زين؟ زائد 16 هيدروجين طلع لنا 2 Mn زائد 5 اي 2 زائد 8 H2O واضح هاي؟ عشان الفايدة منها سجلية المدرج هي إعلان جديد تسجيل هذا الكفاية الأرقام عن موازن المعادلة. زين هسه نجي على هذا اللي CO2 زائد 2i ماينس طلع لنا اي 2 زائد 2 سي ام نيجاتيف زين هسه نجي نبوع عليها بقى. هاي صار بي عندنا سي ام صار ريدكشن ريدكشن صار بي ليش؟ اكتسب شو اكتسب؟ اكتسب الكترون زين والاي؟ والاي صار بي اوكسيديشن ليش؟ لانه فقد فقد زين فلما نجي هنا نشوف هسه سي ام 2 زائد 2 اذا نفسخها سي ام 2 زائد 2 الكترون طلع عندنا 2Cl بس ماينس 1 وين اوكسيديشن 2i ماينس 1 ايش طلع من عندي؟ i2 زائد 2 الكترون فلما نحط هاي الجو 1 2 الكترون 2 الكترون ترجع المعادله لنفس ديجي صح؟ زين اجينا على الMg 2Mg زائد O2 طلع عندنا 2MgO تمام؟ زين فشوف هسه هنا بالنسبه للاكسجين فقد واحد هو صح؟ فصار بهذا ريدكشن فقد العربين فقد اكسجين فقد اكسجين يعني نرجع وهي مين تلعب بينها اكو واحد يقيس على الالكترون والهيدروجين واحد يقيس على الاكسجين صح؟ هذا هنا الاكسجين فقد اكسجين فقد ذره صار به ريدكشن صح؟ واكتسب المفروض شو اكتسب؟ المفروض اكتسب الالكترون صح؟ زين شوف صار الالكترون هنا صار اربعه ليش صار اربعه؟ لان هو الاو بحد ذاته ماينس 2 الاو بحد ذاته ماينس 2 وصار او 2 فيصير 4 صح؟ فشو اكتسب؟ اكتسب 4 الكترون طلع من عنده 2 اوكسجين بلس ماينس 2 واضحه؟ واضحه ولا لا؟ واضحه عندك؟ زين اجينا على الام جي 2 ام جي ايش طلع من عنده؟ 2 ام جي بلس 2 فهنا كم الالكترون فقط؟ حتى تعرفها بكل سهوله مجرد تضرب بلس 2 في 2 يطلع لنا 4 4 الكترونات هذا في بدل ديجا نسبتها حتى يدخلون بالتفاعل. واضحه يعني؟ واضحه ولا لا؟ اي واضحه.
يعني قصدي بدي اشوف كوفيتش. لا لا والله ما عندي. زين نجي على الاف اي FE4 FE زاد 302 طلع لنا 2FE2O3. زين ثري او تو زين هاي السيناريجي نفسخها يا بعد الحرة على الاف اي بعد اول شيء او على هذا نحدد في مكان بس نسيت الحل البجت الورقه زين هذا الاو تو راح يكتسب ايش قد كم الكترون يكتسب اربعه فوق أربعة. إيش يطلع من عنده؟ يطلع هذا الأكسجين أس ماينس 2 صح؟ فإذا نجي على الأفي أربعة أفي هذا راح يكتسب كم إلكترون؟ يكتسب ثلاثة. زين؟ للواحد الأفي حتى يتحول إلى أفي بلس 3 إيش قد يكتسب؟ يكتسب ثلاثة. زين؟ هذا عندي بالمعادلة إيش قد موجود؟ أربعة. أصلاً أربعة صح؟ فإذا حطينا هنا 4FE يطلع لنا 4FE بلس 2 بلس 3 يعني. انا شو قلت لك من هنا اذا كنت تعرف كم الالكترون شو تسوي؟ بلس 2 في 2 صح؟ فاذا بلس 3 في 4 يطلع لنا 12 هذا فقد 12 الكترون حتى يكتسبها للاو 2 زين؟ راح تقول لي شلون هذا صار؟ الاو 2 وحده الاو 2 وليس خلينا ناخذها وحده وحده الاكسجين الوحده كم الكترون تكتسب؟ 2 أنا نجيت صار نجيت عندي هنا أنا صار أربعة أوتو إذا أربعة زين أنا نجيت عندي من هذا الأوتو ثلاثة فإذا كم إلكترون محتاج 12 فإذا الام الاف اي فقد 12 إلكترون وهذا اكتسبتي 12 إلكترون حتى يطلع لي O بس ماينس 2 بس أنا لما نجي على التوازن مادي ما له علاقة بالجسم ما له علاقة بالإلكترون مادي هنا نجيب لين في ثلاثة جيل صار ستة فإذا صار ستة صحيحة ولا كتوازن معادلة زين تمام واضحة ولا واضحة وصلت عند البلد أكيد عيد الكلام زين نجي هسه هذا غير شكل انطاني اياه انطاني التو هاف ايكويشنز قال يتعالج من اجلياها بايكويشن واحده طلع لي المعادله الاصليه زين ايش عندي هنا 2IO3 ماينس زائد 12H بلس زائد 10 الكترون هذا صار بهذا هذا اكتسب اثنين الالكترون والهيدروجين يعني صار بهذا ريدكشن صح؟ زين والزائد ام حاول الى زائد ان زائد ان 2 اي صار بي هذا اوكسيديشن زين فهسه اذا اريد اوازن الدنيا على شنو الضوء؟ على الالكترونات هذا ايش قد لنا؟ وهذا ايش قد لنا؟ زين وانا ايش اقدر اسوي؟ في هذا في خمسه تتوازن الامور كليتها صح؟ فهاي تبقى مثل ما هي ايش تطلع لي؟ 2 اي او 3 زائد 12 اتش زائد 5 لا هاي وقعت مثل ما هي، هاي لو وقفت في 5 صارت 5 زد ان، طلع عندنا 5 زد ان بلس 2 زائد 10 الكترون، هذا الالكترون يروح ويا هذا ال 10 صار متوازن، تنزل مثل ما هي، 2IO3 زائد 12H زائد 5 زد ان، طلع عندنا ال I2 زائد 5 زد ان زائد 6H2O، واضح؟ فهنا احتمال يجيب لك اياها مرتين، مرة يقول لك هاي المعادلة الأصلية يسوي لي 2 half equations ما بعرف أنتي في two half equation يصدق إياها كل تعال واحد يا بالتفاعل تمام هسه نجي على ال oxidation number ال oxidation number هو هذا اللي نكتب مثلاً ال I يحمل النيجاتيف زين CO هذا عنده plus two زين أو whatever يعني الـ Mg plus 2 الـ O minus 2 هذا هو الـ oxidation number تمام؟ حتى واحد لا يدخل هالشيء المهم هو بيه شحنة يا أما negative أو positive واحتمال يصير صفر مثل الـ element
كل العناصر اللي هي يعني متوازنة مثل الأوتو، الأوتو بحاثة ما عدها إشارة يعني هي إلمت تمام؟ ونفس الشيء بالنسبة للبقية، فهم هذا أما بوزيتيف أو نيجاتيف. هذا الأوكسيديشن نمبر شيء في المبشي إنه أقدر أعرف إن هذا الإلمنت اللي موجود عندي مهما كان نوعه، كان فلس أو مو فلس، معدن أو مو معدن، زين اكتسب إلكترون أو فقد إلكترون، حتى على أساس أقدر أعرف هذا صار لي أوكسيديشن أو ريداكشن، صح؟ زين. أكو رولز مال الأوكسيديشن نمبر، شلون نكتب هذا الأوكسيديشن نمبر؟ أكو قواعد نمشي عليها. The oxidation number of any uncombined element is zero. مثل الـ O2, الـ Mg, Cl2, H2 وزده. Then elements, عناصر. ما عندها إيش عندنا على الاعتيادية. إذا ما متحدة compound يعني مثل ما يطايفه. زين. In compounds, many atoms or ions have a fixed oxidation numbers. زين. The group one element are always plus one. The group two elements always plus two. يعني اعملوا هاي اذا تروح للجدول الدوري. هاي جروب 1 على الرقم، هذا جروب 2، هذا عاده بلس 1 هذا بلس 2. تمام؟ زين. الهيدروجين is بلس 1. لا انه بلس 1. Except in metal hydrides such as NaNH. راح يتحول الى نيجاتيف. زين؟ والاكسجين دائما ماينس 2 ما عدا في ال H2O2 راح يتحول الى ماينس 1. وبالنسبه لل F2O راح يتحول الى بوزيتيف مو نيجاتيف. ليش؟ هاي هسه شوي راح نرجع عليها. زين؟ اللوكال اوكسيديشن نمبر اوف اليمنت ان امونو اتوميك ايون يعني مو بس اليمنت وحده لا ايون صاير. فاذا الاكسديشن نمبر هو نفس التشارج اللي يحمله مثل الالمنيوم بلس 3 الاكسديشن نمبر مال التشغيل بلس 3 نفسه والسي ار اس ماينس ناقص 1 الاكسديشن نمبر مال التشغيل ماينس 1 صح؟ وهكذا زين نجي السم اوف ذا اكسديشن نمبر من يدخل الاليمنت كومباوند احنا ايش قلنا؟ قلنا بالحاله الاعتياديه هو ما بيشمل الاليمنت مثل هاي من الـ O2 والـ Mg والـ Z. واكو حالات دا يدخل بيها بشكل ايون بس هم المونو بحتة بس بيدخل عادة الكمبوند يكون متوازن يعني مثل هنا الـ KM KMN O4 تمام والـ CaCO3 هذان متوازن اذا اكو نيجاتيف تشارج مقابل بوزيتيف تشارج ومصفر واحدة للاخرى تمام؟ زين اكو حالات لا السم اوف ذا اوكسيديشن نمبر in an ion equal to the charge on the ion مثل الـ NO3 يا أبو هذا الـ NO3 is minus ناقص 1 هاي قلنا عليه فوق زين هنا جينا على الـ electronegativity electronegativity احنا ايش قلنا هنا في حالة الـ Fe2O F2O قلنا الأكسجين يتحول إلى شنو؟ إلى positive charge بس هو بالحالة الاعتيادية هو negative زين ليش هو صار هيجي؟ لانه بالفلورين النيجاتيفيتي مالته كلش اعلى من عنده فالنيجاتيف تشارج تسحب اله تعال قول لي زين شلون اعرفه؟ هذا اللي حاط لي اياه البي ار النيجاتيف تشارج مالته اقل من الكلورين اقل من النيتروجين اقل من الاكسجين اقل من الفلورين فاي اتحاد بين ذوي الاربعه او الخمسه بيراتي اللي الالكترون نيجاتيفيتي مالته اعلى تتحول الى نيجاتيف تشارج لو صار فيها صار بوزيتيف. يعني معنى هذا العنصر يفقد الالكترون يعطيها الداخل. تشارج الالكترون هذا يحكي عن التشارج. يعني شنو؟ ولا الالكترون ولا يفقد التشارج؟ حبيبي محمد ادري الالكترون بس هسه مثلا هذا F2 O من اجي افسخ هذا اذا اعرف هسه مثل هذا F2O أنا اللي أدري بيه هذا ماينس 2 صح؟ بس هنا صارت بلس 2 ليش؟ لأن الفلورين النيجاتيف تشارج مالته أعلى
فهو صار المسيطر، فهذا ناقص واحد في اثنين ايش صار؟ ناقص اثنين، صار ناقص اثنين. زين انا محتاج واحد من يوزنه، وهذا عندي هو ناقص اثنين، بما اننا نكتب تشارج هذا الالكترون نيجاتيف ماده على هذا تحول الى بلس اثنين فتعادل الثلاثة، فطلع الاف 2 او بدون اي تشارج. واضح هذا ولا لا؟ بينما اذا كانت فرضا اذا كتبناها هيك اف او زين او اف 3 او اف 3 او هذا حيصير عندنا نيجاتيف حيصير. ليش؟ لان هذا الان نيجاتيف 3 وهذا بلس 2، فاذا النيجاتيف تشارج صارت معناه ان هذا لو طلع هو نيجاتيف، بس لان وضع الالكترون نيجاتيفيتي مال الفلورين اعلى فصار هيك. انا اذا اقول لك ليش هذا النيجاتيف؟ لان هذا مطيان متوازن ما في اي تشارج. واضح؟ سواء وصل الجواب؟ فهسه هنا applying the oxidation number volts. هسه هنا Na2O زين؟ فهنا لما نجي نشوفه الـ Na2 حتى لا تدوخون بالموضوع، أنا جبت لكم هذا الـ PDF، نعم أعطيكم إياه اليوم، حاول على سيدي ولو نسيت أجيب سيدي إياه اليوم. شوفوا الجدول هذا حطوه وياكم، هذا يطلع لك كل عنصر ويا الاكسديشن ستيت بس واحده، اكو قسم يصير بس واحده مثل هذا الالمنيوم بس بلس 3 دائما بلس 3، بينما الانتوني هذا الاس بي بي 2 بلس 3 وبلس 5، هذا من يحدده؟ حسب حاله المركب اللي هو داخل بيها. زين شوف اكو اكثر، اكو قسم اللي هو واحد واحد، شوف هذا ثلاثه اللي هو الفلورين الافلاق الكروميوم سي ار بلس 2 بلس 3 بلس 6، وهذا راح يجينا صفر كمباوند داخل بين الكروميوم، كل حاله فيها فد اوكسيديشن نمبر. ليش؟ لانه قلت لك هو من يدخل بكمباوند وما يحمل نيجاتيف تشارج نسوي الاوكسيديشن مالت حسب الوضعيه حتى يتوازن كله ويطلع لي صفر. تمام؟ زين. فهسه هنا ال Na2 زين، هنا الصوديوم معروف هو دائما بوزيتيف. وإذا الأكسجين هيرجع لوضعه الطبيعي يحمل النيجاتيف تشارج. الأو وحدة كم الكترون عنده؟ يعني ايش قد النيجاتيف تشارج من الشحنة مالته ناقص اثنين. فإذا هنا عندي Na2O، فإذا الـ Na بما إنه بوزيتيف، الواحد منهم ايش قد التشارج مالته؟ اللي هو الـ Na الوحدة موجب واحد. موجب واحد عافية. ليش؟ لأن عندي 2 Na2، فإذا اثنين في بلس واحد ايش قد تصير؟ بلس 2، والأو ايش قد يحمل؟ ماينس 2 فاذا صعب. تمام؟ ترى هاي الاسئله ضربتني من الارقام. شوف هذا الالي. تمام؟ ويا تحت اكسجين، صح؟ هذا هنا عنده بوزيتيف واحد. الشحنه مالته. هذا الشحنه مالته الاوكسيديشن نمبر. هاي الاصليه مو دكتور. اي الاوكسيديشن نمبر مالته. هاي الاصليه. زين. هو يريدني اطلع كمباوند بي ان اي او ما بيفرق تشارج يعني متعادل. فاذا انا هنا انا عندي هنا نيجاتيف 2 ايش قد اريد من هذا حتى يطلع لي صفر؟ سالب واحد يطلع مو حتى طلع لي هسه على الوضعيه ناقص 2 زائد واحد ايش قد يطلع؟ سالب واحد. سالب واحد المفروض يحط لي سالب هنا ماشي؟ هو ما حاط لي، فاذا هو معناته ايش اللي يدرد؟ متعادل زائد قد الناقص، صح؟ انا عندي اثنين ما اتصلنا. ايش قد احتاج زائد انا حتى الوزن؟ اثنين؟ اثنين حبيبي هي من الردد. انت عندك اثنين يعمل النيجاتيف تشارج. اريد احدد ايش قد بوزيتيف تشارج؟ اثنين. فاذا ال ان ايش قد لازم يصير؟ اثنين. يصير ولهذا صار ان اي 2 او. هناك ايش مكتوب؟ ان اي 2 او. ما لك علاقه بهذه الارقام، هاي التشارج مالتها. Na2O انا اعرف ال Na بلس 1 فاذا 2 في بلس 1 ايش قد يطلع؟ ها؟ دكتور الان هسه 1 والO سالب 2 احنا نريد شلون ما تطلع شحنه فوق عفوا زين فالاكسجين هو سالب 2 انطرح على الجمعه ويرقم ويعطينا ناتج مالته صفر
حتى ما فش نسوي؟ خلي انا موجب اثنين حتى ما جبت اثنين زائد اثنين لا مو موجب اثنين حطينا اي 2 يعني اثنين يعني هاي الذره مال الاكسجين تحلل باثنين صوديوم يعني هنا ولا هنا هاي تحمل بوزيتيف هاي بوزيتيف بالنتيجه لان مجموعها بلس اثنين هاي ماينس اثنين النتيجه يساوي لنا صفر ماكو تشارج واضحه؟ وضحت ولا لا؟ وضحت البقيه ايوه زين هسه نجي على الاي 2 اس هي مبينه بما ان الاي اي الليثيوم مو بوزيتيف والاس هو نيجاتيف هذا اثنين وهذا واحد وما في تشارج على الكمباوند فاذا الاس ماينس اثنين لازم كم اي اي احط هنا؟ احط اثنين نفس ما له مال الاي والاكسجين فاثنين في بلس واحد مال الاي اي يطلع لنا بلس 2 هذا ماينس 2 صفر زين سي اي اس وحتى لا تدور بالموضوع حبيبي شوف هاي ترجع على نروح على الفابريتيكالي هذا الليثيوم ايش قد الليثيوم؟ واحد بلس واحد صح؟ والاس السلفر روح على السلفر وانا السلفر هذا هذا السلفر ايش قد عندي هنا؟ ماينس 2 وهي الحالة استخدمت ماينس 2 اكو حالات نسميها اس 4 بوزيتيف و 6 بوزيتيف بس بهالحالة ماينس 2 جبت بالكمباوند تمام؟ زين نجي على الكمباوند اللي ورا اللي هو سي اي اس زين انا هذا الاس عارف ماينس 2 انتهى الموضوع مالتي زين الكالسيوم ايش قد؟ اصعب من فوق وين الكالسيوم؟ هذا الكالسيوم ايش قد هذا الكالسيوم؟ بلس 2 زين الاس هو ماينس 2 والكالسيوم بلس 2 محتاج احط سي اي 2 اس؟ لا ما احط فاذا سي اي اس صح؟ وانا الكمباوند ايش بعطيني سي اي اس تمام؟ زين هسه ما الكمباوند نون متر لا فلز ويا لا فلز The sign of the oxidation number depends on the electronegativity of each atom. مثل ما قلت لك. تذكرون حكينا الـ Fe2O؟ F2O أو الـ F2O؟ من الأكثر نيجاتيف تشارج والنيجاتيف تشارج تروح عليه. زين؟ هسه سلفر دايوكسيد SO2 هسه احنا قبل شوي شفنا الـ S هو نيجاتيف والأوتو نيجاتيف زين؟ بس هنا شوف صارت هنا الـ S بلس 4 ليش؟ لأن الإلكترونيجاتيفيتي مال الأكسجين أعلى من الأس زين؟ فالنيجاتيف تشارج تحولت له زين؟ هذا هنا ايش موجود؟ O2 هو بالحالة الاعتيادية ماينس 2 واحد الـ O ماينس 2 زين هذا O2 إذا 4 نيجاتيف فصار الأس اللي قلت لك إياها هسه قبل شوي شوف الأس ايش قلت لك عليه؟ سلفر شوف بلس 4 وأكو بلس 6 فهنا حكوا لي بين 2 اكسجين O2 فاذا ماينس 4 فنحول الى هذا بلس 4 واضح يعني؟ واضح حبيبي ولا لا؟ زين واضح يعني صار زين اجينا على الايودين تراي كلورايد ICl3 زين هنا من جينا الالكترونيجيتيفيتي مال الكلورين اعلى من الايودين زين فهنا الكلورين هو ماينس واحد ثلاثة ماينس ثري فإذا الآي هو بلس ثري حتى يطلع متوازن زين N2 H4 هو أكيد النيتروجين الإلكترون اللي يلتقي مادة أعلى هنا من الهيدروجين فإذا هذا هنا ال H هو دائما بلس واحد مضروب في أربعة إيش قد؟ موجب أربعة زين إذا ال N2 فإذا ال N2 شنو مادة إيش قد لازم؟ ماينس 2 الوحدة الآن ماينس 2 في 2 تصير ماينس 4 توازن صح؟ زين اجينا على الـ OF2 نفس الحالة رجعناها مال F2O هنا الإلكترونيجيتيفيتي مال منو أعلى؟ الفلورين أعلى من الأكسجين فإذا النيجاتيف تشارج راح تسحب من الفلورين والأكسجين راح يصير بس بهالحالة بوزيتيف هو
هو بالحالة الاعتيادية ماينس 2 دايموند. الفلورين الاكسيديشن نمبر مالته ماينس 1، عندي 2 مضروب في 2 ايش قصر؟ ماينس 2. الاكسجين ايش قال؟ بلس 2 صار هنا 2 ازدت المعادلة. واضح؟ زين شوفوا ايش كاتب هنا؟ رير اكسبشن يعني رير نادر، اكسبشن استثناء يعني استثناء نادر، بس بالحالة الاكسجين يتحول من نيجاتيف الى بوزيتيف حالة من حال السلفر. شلون انا اشوف السلفر؟ يعني ما يقول لك رب العالمين واحد يصوت على هنا يجي على الاكسجين والسلفر، شوف من اللي يحمل النيجاتيف تشارج؟ الاكسجين. ليش؟ لانه النيجاتيف الالكترون نيجاتيفيتي مالته اعلى من عنده فضل شايل النيجاتيف، بينما وين الفلورين؟ لا يتنعكس، الفلورين النيجاتيف تشارج مالته اقوى هو شايل النيجاتيف تشارج وضل بوزيتيف بناء الاكسجين. زين compound ions are oxidation number. أكو compounds هي ايونات موجودة وتحمل oxidation number. مثل منه the sulfate ion SO4 هنا minus 2 شايل. زين. بس إحنا هنا إيش نفهم من عند هذا الوصف؟ ال S إيش قال؟ minus 2. minus 2 حبيبي. minus 2. زين. minus 2 ويا الأكسجين صح؟ الأكسجين من حال الاعتيادية إيش قال؟ ما يحصل. هذا مثال حلو علم واحد. S O 4 minus G كانت في الأعمال minus 2. بس لما نيجي نحسب التوازن مالته احنا بالحالة الاعتيادية سيارة راح نجيبها. وين السلفر؟ شوف شو موجود بي minus 2 plus 4 plus 6 صح؟ بهالحالة من اللي راح يفيدنا حتى يطلع لي minus 2؟ خلنا نحسبها من الأول. هنا الإلكترونيجاتيفيتي مال منع منو أعلى؟ هنا إي الأس المسألة مش فهمت يا أخي معود هاي يا حبيبي حكيت لك إياها وهي شو اسمها؟ طيب مو رجعنا هذا الأس أو 2 ويا الأف ويا الأف 2 قلنا هنا الأي عكس هنا الأكسجين هو اللي يحمل النيجاتيف تشارج ولا السلفر؟ أكسجين. ليش؟ لا لان الالكترونيجاتيفيتي مالته اعلى صح؟ زين بس اجينا هنا ينهمز SO4 SO4 minus 2 ال SO4 ال S ايش قد هنا راح يصير؟ نجرب نشوف minus 2 شلون minus 2؟ ممكن تجرب الحالات الثالثه ونشوف يلا minus 2 minus 2 وهذا ايش قد؟ بما أن الإلكترون نيجاتيفيتي مالته أعلى ماينس 2 فأربعة في 2 جي بس ماينس 8 هذا راح ينطلع لو ينجمع راح ينجمع المفروض ماينس 10 صح؟ زين فبالحالة شلون العدد اللي يصير؟ لازم نرجع على هاي الهوسة اللي حكيت لكم اياها ماينس 2 بلس 4 بلس 6 بلس 6 رحمة الله صح؟ ليش؟ لأن يعني هذا إذا صار بلس 6 وماينس 8 ايش قد يطلع لنا؟ ماينس 2 صح؟ نفس الشيء بالنسبة للبقية NO3 هم نفس الشيء زين و SCO3 نفس الشيء زين علي؟ فهسه نجي على هذا المثال هسه عندنا P2O5 P2O5 قوم حل يا حبيبي بلي هذا شلون صار التشارج مالته؟ بس احنا نروح على النعرف الاكسجين ايش قد؟ ماينس 2 زين اكتب ماينس 2 اكتب الاكسجين او لا لا انجاز او شو يساوي؟ لا بس بدون هذا خليها واحد واحد الاكسديشن نمبر مالته ماينس 2 البي البي ما اسمع اسمع هذا اثنان P2O5 اكو تشارج عليه؟ لا يعني شنو معناته؟ يعني متوازن صح؟ احنا الاكسجين ايش قد الاكسديشن نمبر مالته؟ ماينس 2 اولويز صح؟ مو اولويز؟ زين كم واحد عندي من عنده؟ خمسه فخمسه في 2 ايش قد تطلع؟ ناقص 10 صح؟ فإذا البي يعني واحد
ايش قد المفروض الاكسديشن نمبر مالته؟ بلس 5 بلس 5 فخمسة في 2 ايش قد تطلع؟ بلس 10 وين ماينس 10 يصفر يطلع لي بي 205 واضح؟ زين هذا هنا ايش 2s بس احنا صار لنا ساعه نحكي على الاس الاس ايش قد؟ ماينس 2 اللي قلت انا قد تي على المادة ماينس 2 والهيدروجين هاي الرقم بلس 1 بلس 1 بلس 2 صار وهذا ماينس 2 هذا اساسي ار2 سي 6 تمام زين سي ار ايش قد قالوا على هذا الجدول الرقميه وين الكلورين الكلورين ايش قد دائما ماينس زين والالومنيوم بلس 3 هو الالومنيوم بلس 3 بلس 3 زين نرجع عليها بس ايش عندي ار2 سي 6 صح الكلورين ايش قد مالته؟ بلس 1 وهذا ايش قد ال اي جي؟ بلس 3 او العفو ايش قد بلس 3 من هذا ايش قد عندي هذه؟ 6 6 في 6 وهذا ايش قد عندي بالعدد؟ 2 فايش قد تطلع هنا؟ هذا هنا زاد 6 هذا هنا ناقص 6 فانت راح تصير بلس تمام؟ زين بس نرجع على هذا CLO2 ماينس ايش قد نعطيني ماينس الحين؟ واحد زين هو من هو الدومينانت هنا على الالكترون نيجاتيفيتي اذا ارجع على الطبيعي اذا ارجع على الالكترون نيجاتيفيتي هنا زين شوف هنا بي ار الالكترون نيجاتيفيتي ايش فيه؟ اقل من الكلورين الكلورين اقل من النيتروجين النيتروجين اقل من الاكسجين فاذا هنا الالكترون نيجاتيفيتي منو على سي ار اقل من الاكسجين الأكسجين فمن أجل هنا نشوف CLO minus واحد. دكتور عمدة أنا على مين هو العدد؟ يعني اللي على مين؟ السؤال زين هسه تحلو سألني خلاص سؤال ماشي سألني خلاص سؤال هذا سيبا يجي كيجي وحامل نيجاتيف تشارج من الالكترون اللي مالته عالي الفلورين انه عالي والاكسجين صار شيء زائد بتفهم شلون؟ فلا تحطها بهالطريقة احفظ اللي قلت لك اياه زين؟ وين كنا يا استاذ؟ هذا صح؟ زين فالسي ال ايش قد طلعناها هذه؟ ماينس واحد صح؟ وين الكلورين؟ ماينس واحد يا وزن زين هذا شوف هذا اذا اريد احسب الالكترون تشارج مالته وين الكلورين من هاي الحالة هنا بغيره وين بقول هذا سي ال او 2 هذا بالحالة الاعتيادية المفروض هسه ناقص 4 وهذا هنا اذا صار بلس بلس 1 فالمفروض يطلع لنا بالبوزيتيف صح؟ تمام؟ فهسه اللي يحسبه شلون؟ حسب x اللي هو مال الكلورين اللي نعرفه زائد ماينس 2 مال الاكسجين في 2 ايش قد يساوي لنا؟ ماينس 1 اللي هو هذا المقياس
minus y. عندنا x زائد minus 4 ويساوي لنا ناقص 1. هسه اذا اريد اطلع قيمه x شو اسوي؟ ال 4 احولها لصفر. x شو يساوي لنا؟ minus 1 زائد 4 شو يساوي لنا؟ بلس 3. هذا البلس 3 هو مال الكلوري. زين؟ هاي الحاله هنا تغيرت. فصار هنا الكلوري عند بلس 3 والاكسجين ناقص 4. فشو يطلع لنا من عنده؟ يطلع لنا CLO2. هذا راح نطرح لنا واحد من الاخر ولا لا؟ 4 ناقص 4 زائد بلس 1 بلس 3 يطلع لنا ناقص 1. فيصير ناقص 1. هذا تحطوه ببالكم لان احتمال يجي منه بالامتحان. تمام؟ زين. اللوخ نفس الشيء مال سي اي سي او 3. انا اعطيكم اياه حلول. حتى لا تدوخون بي. هذا اللي يفتح على اليوتيوب اشرح لكم اياه كامل بهالطريقه. افتهمتوا انت ولا لا؟ شو صار؟ دكتور هسه هاي العمليه مال اكس قيمه اكس اوكي زين. بس ليش خلينا اكس؟ هو احنا هنا بالحاله المنطقيه هذه اللي اعرفها الكلورين المفروض ماينس 1 زين. بما ان الالكترون نيجاتيفيتي مال الاكسجين اعلى فاذا النيجاتيف تشارج راح تلمن للاكسجين صح؟ يعني اذا سوي هذا بلس 1 انا عندي هنا او 2 والاكسجين الواحد ايش قد الاكسديشن نمبر 1 ناقص 2 2 في 2 ايش قد يصير؟ 4 ناقص 4 زين. هذا ناقص 4 زائد 1 ايش قد يصير؟ ناقص 3 زين. ليش هو بس 1 هنا؟ عرفت؟ فاذا هذا المركب له حاله خاصه يعني شرط عفوا فالشرط حسبه تنطيه اكس لان ما اعرف انا هذا ايش قد مال الاكسديشن نمبر انطيته اكس زائد ماينس 2 اللي هو مال الاكسجين الوحده مضروبه في 2 اكسجين يساوي لنا المفروض ناقص 1 زين. فطلع اكس زائد ماينس 4 يساوي لنا ناقص 1. الاكس شو يساوي؟ لازم احول اللي موجود عندي هذا نيجاتيف تشارج واللي تحول هنا انا ايه طلع لي ايش قد؟ طلع لي بوزيتيف 3. فاذا الشحنة مال الاكسديشن نمبر مال السي ار ايش قد؟ بوزيتيف 3. فجينا حطيناها سي ال مقابل الاو 2 هذا ماينس 4 هذا ايش قد؟ بلس 3. بالنتيجه ايش قد يساوي لنا؟ سي ال او 2 ماينس 1. وضحت ولا ما؟ دكتور تقدر تفسر لنا اياها المحاضره؟ لا ما تنسى. هاي احنا عندك اياها الحين عندك اياها اصلا. هذا انا حاطه بورد من شو اسمه راح اعطيك معلش كل سي دي وكله بداخل الجيب تمام. وحتى تقول اول كل لا انا ما بقدر اتذكر روح على هذا اللينك اللي حاط لك اياه هذا يوتيوب يفتح لك هاي العمليه كل اللي حكيتها تمام. ممكن انا بنزلها In this video, we'll write them back. In this video, we'll look at how to write ionic equations for chemical reactions. An ionic equation is an equation that shows us which atoms or ions are being reduced and which are. نفس الشيء بالنسبة للـ CA CO3. الـ CA مالته بلس 2 والكربون هنا بلس 4 الأكسجين ايش قد؟ ماينس 2. فمن نجي نحسبها هسه 2 زائد 4 ايش قد تطلع؟ بلس 6 صح؟ والـ O3 الـ O الوحدة ايش قد؟ ماينس 2 مضروبة في 3 ايش قد تطلع؟ ماينس 6. فبلس 6 ماينس 6 يصير فرق على عقلي ان شاء الله. تمام هاي؟
بس احنا هذا نفس الشيء رجعنا. اذا اريد اعرف هنا من اللي صار بالاكسيديشن ومن اللي صار بالريدكشن زين بالاعتماد على الاكسيديشن نمبر اللي يقوم به. فاذا ننسى هنا 2i بس ماينس 1 زائد br2 يطلع لنا احنا عند i2 زائد 2br ماينس تمام. هذا اللي يجي على الاكسيديشن نمبر 1. هذا شنو هذا؟ هذا element. الاكسيديشن نمبر 1 اللي ينتج قد صفر. هذا صفر. هذا ايش قد يعمل هنا؟ ناقص 1. زين وش قد كم واحد من عندكم؟ اثنين. وهذا هنا صار صفر. صار element صار صفر. هذا هنا تغير. ايش قد صار؟ صار ماينس. هم ماينس 1 في 2 صار ماينس 2 هذا ماينس 2 تمام؟ فنجي اضع عليه هذي هاي يجي وهاي يجي هذا صار لي من ناقص 2 الى صفر فصار لي هذا اوكسيديشن ليش؟ الاوكسيديشن شو بيصير؟ الكترون لا لا فقط انا قلنا الاوكسيديشن يا قيسه يا اما على انكسار الاكسجين ثاني الهيدروجين او فقدان الالكترون او الاوكسيديشن نمبر مالته زاد صح؟ هذا الاوكسيديشن نمبر مالته ايش قد؟ ناقص 2 بالراحه بالصفر زاد ولا نقص؟ لا زاد حبيبي انت درجه الحراره اليوم ناقص 2 باكر صفر زادت الحراره ولا زادت؟ صح؟ عقب باكر زائد واحد زادت الحراره ولا نقصت؟ زادت هنا نفس الشيء حبيبي تمام؟ هاي نفس الفكره جو الصفر ناقص صفر صعد صعد على الصفر صعد تمام؟ هاي هذه تذكرني بحاله كان اول مره بحياتي كنت صف خامس ابتدائي بالتلفزيون دابا هم كنت ما اعرف الماينس اقل من الصفر قالوا بدل دابا اوكي صفر ولد بي انا اسمه محمد انا اسمه محمد يا سبحان الله رايح على المدرسه يوم جتنا قلت له ولد ما حب التلفزيون هو صفر ولد كان يقول لي ولد بصفر العوام ناقص اثنين قلت له ايش نحكي هو صفر اكيد اكبر طلع لا هو صحيح ولا اعطاه ذيك الانصر وانا نفس السيف اللي قاعد هذا ماينس 2 راح للصفر فاذا هذا صعد ولا اذا صعد اذا الاوكسيديشن نمبر صعد وصل الاوكسيديشن بينما هذا من الصفر وين راح؟ للماينس 2 اذا نزل صار في ريدكشن صح؟ فاذا هذا بما انه صار عنده اوكسيديشن فاذا هو ريديوسينج ايجنت هذا صار عنده شنو؟ ريدكشن فهو اوكسيدايزنج ايجنت واضح؟ زين هاي سنجعل خبيصه هنا نقول لك الجو هسه نشوف التفسيخ مع كل معادلة الـ NH4 في 2 زين في الكروميوم شوف هذا نفس الحالة الكروميوم الكروميوم هنا قلت لك من تيجي عليه في حالة وين الكروميوم هي ساعة بلس 2 ساعة بلس 3 ساعة بلس 6 هنا حسب الكم باوند اللي هو حتى يطلع مصفر هنا بلس 6 زين تعدون شلون هاي والله ما انا ناقص 3 ناقص 3 زائد ايش اسمه 1 ايش قد يطلع؟ ماينس 2 زين في 2 ناقص 4 ناقص 4 ناقص 2 ناقص 6 وفي حق السته هذه صفر ولا ما صفر؟ صفر راح تحول الى ان 2 زائد 4 H2O زائد Cr2O3 زين فهنا الان من ناقص 3 راح ينصب للصفر تمام؟ هذا الاتش على الهيدروجين احنا ما نحسب، نحسب العناصر الاساسيه اللي هو الان والكروميوم تمام؟ ليش؟ لانه هذا هيدروجين هو اندكيتر انه من ينفقد يعطي معنى والاكسجين من ينفقد او اكتسب يعطي معنى صح؟ اللي هي ضمن الاوكسيديشن والريدكشن فاذا الاساسيات انا عندي الان والسي ار 2 الان من ماينس 3 راح للصفر وفقد الهيدروجين فاذا هذا ضمن اي عمليه؟ ضمن الاوكسيديشن الاوكسيديشن شنو؟ تكتسب اكسجين او تفقد هيدروجين
او تفقد الالكترون او الاوكسيديشن نمبر مالتك يزيد صح؟ زين الكروميوم من بلس 6 راح الى بلس 3 فاذا هذا صار ب ريدكشن زين وهنا الاوكسجين فهنا صار النيتروجين از ريدوسينج ايجنت والسي ار از اوكسيدايزنج ايجنت صح ولا غلطان؟ صح اي لان الان صار بي اوكسيديشن فصار اي اوكسيديشن صحيح مضبوط الاي اس 2 او 3 انا حتى رسمها من جانب الله زاد 2i بلس هو بريك انت تعمل ومن تعبان ولا انت كنت تعبان انا مش فاهم بس انا اول بس انا وصلت ال 30 وانا عم اطلع لها نزلت راس السطح يعني لا وين كنا عم نطلع انا بحين سلايد خلصت روح انا بعد ما عندي وقت 2i 2 زاد 2h 2 تحولنا الى ال AS2 O5 زاد 4H بلس زاد 4I نيجاتيف نفس الحكي نرجع على AS2 نشوف الاوكسيديشن مالته ايش قد راح الى بلس 5 والاي من الاليمنت متعادل راح الى ماينس 1 فاذا هذا صار يعني هذا بما انه زاد صار ب اوكسيديشن والاي من صفر الى نزل صار ب ريدكشن لانه نزل الاوكسيديشن نمبر مالته هذا البقيه نفس الشيء نسمعها زين نجي على البالانس مال هاي الشغله بناء على ما تعلمناه زين هاي ما راح اشرح لكم اياها لانها مشروحه راح نروح على اللي ما مشروحات H2SO4 زائد HI بلا عندنا S زائد I2 زائد H2O هذا من نجي نفسخه الهيدروجين هو بلس 1 صح بما ان الاثنين اكو 2 في بلس 1 الاس قلنا هو اما ماينس 2 او بلس 4 او بلس 6 حسب الكمباوند اللي داخله هنا نحتاجه بلس 6 حتى يوازن الكمباوند بلس 6 الاكسجين جين ماينس 2 دائما في 4 زين فاذا هنا بلس 2 زاد بلس 6 يطلع لنا 8 و4 في ماينس 2 ماينس 8 الصفر صار هذا صح؟ زين الهيدروجين واحد الايودين هو ناقص 1 شوف هنا صار الاس صار صفر اي 2 هو صفر وهذا الاش 2 ما راح نحسبه هنا فاذا هنا بنجي على الاس الاس صار بي من بلس 6 الى شنو؟ الى صفر فاذا نقص لو زاد الاوكسيديشن نمبر مالته نقص فاذا صار بي ريدكشن بينما هنا الايودين تحول من ماينس 1 الى صفر فصار بي اوكسيديشن زين فاذا هنا الاس has gained 6 electrons حتى يتحول الى الصفر والاي 2 صار ب بلس 1 الكترون حتى يروح الى الصفر صح؟ صح ولا لا؟ صح زين فمن نجي هنا نسوي هاي ممكن نسوي هسه نجي نجي هذا 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 صار بي هذا فقط ستة وهذا ايش قد صار بي زاد واحد صح تقدر تجي نجي حتى تفصل ايش الاخبار ما سنت ما تعلم هذا صار بي للسلس صار بي ريدكشن صح؟ ايش قد فقد؟ فقد 6 الكترونات او العفو اكتسب 6 الكترونات حتى يروح الى الصفر ريدكشن هذا اوكسيديشن فقد الكترون زين انطى الكترون زين اس هاز جين 6 لوس 1 عفوا مثلا اي انطى 6 وهذا ايش اسمه؟ هذا فقط 6 هذا هذا اكتسب اكتسب 6 هذا طير من عندك 1 صح؟ زين فحتى اوازن هاي المعادله زين هاي ايش راح اسوي؟ هذا راح اضربه في 6 وهذا اضربه في 1
زين؟ فايش تطلع؟ H2SO4 يظل واحد لأن هو واحد هذا اللي يعمل وقت الليل. بينما هذا شو اللي حصل قدامه؟ شو قال ربك فيه؟ في ستة. فمن أنزل هذي جوا صارت H2SO4 زائد ستة HI طلعنا S زائد I2 زائد H2O. زين؟ هسه أنا وزنت الأساسية بس يرجعوا على الدنيا. تمام؟ أنا شو قد لسه صار عندي الآية هنا شو قد صار؟ صار ستة، وأنا شو قد هنا عندي؟ اثنين. فشو قد محتاج أحط؟ ثلاثة. أجي لو على الإتش، هذا الإتش شو قد صار عندي هنا؟ ستة، شو قد طالع لي عندي هنا؟ تو، صح؟ شو قد أحط هذا هنا؟ ثلاثة، مو؟ زين ليش أنا حطيت الأربعة؟ مو هذا مثل ما زلنا نفس الشيء. زين غيرك؟ يعني أقوى أنه هنا أكيد بس قصة صار عندي 8 وصار 4 4 في 2 8 هاي شوف هاي 2 هاي شبيه 6 8 صح؟ زين هو H2O أنا شبيه عندي أكسجين هنا 4 من حطيت 4 شبيه صار أكسجين توازن كل معي ولا لا بس عرفنا شو بناء على الأكسديشن والريدكشن هذا فقد العفو اكتسب 6 الكترونات هذا جوه الاي فقد واحد فالنسبه والتناسب هذا ضربه في واحد هذا ضربه في 6 اجي ادخل على الاساسيات بعدين اوازن واضحه نجي على ال HBR زائد ال H2SO4 طلعنا PR2 زائد ال SO2 زائد ال H2O تمام؟ بس ال H هو واحد وال PR ماينس واحد هذا 2 في 1 وال S 6 مثل ما قلنا 4 في ماينس 2 زين بس الأساسيات هو ال PR وال S ال PR وال S ال PR صار بينا صار PR2 فإذا هذا ايش صار بي؟ فقط واحد صح بينما ال شو اسمه الاس صار بي راح الى 4 صح يعني صار بي هذا العين صار بي ريدكشن ليش لان الاوكسيديشن بطل هذا هسه صار بي حتى يتحول فقط واحد صح صح ولا لا وهذا ايش قد 2 زين هذا هنا 4 هنا 6 صح؟ فنفس ما حكينا لك هذا ضربه في شقد؟ في 2 وهذا في شقد ضربه في 1 تطلع لي هاي المعادلة صارت 2 HBR زائد هذا في 1 ضرب H2SO4 ايش طلع لي؟ BR2SO2 H2O اروح على هالصفحة بس انا ال BR ايش قد صار عندي هنا؟ هنا ايش قد صار؟ 2 صار 2 مهم حطيت 2 قبل هسه حطيناه لك إذا توازن ما يضر، ما يبين ضابط لنا حتى توازن. هذا توازن ولا؟ بي آر توازن، زين. جينا على الـ S04، هذا هنا أنا S هو S. الـ O2 هذا، زين. هسه اجي على هذا. أنا كم هيدروجين عندي؟ هذا هنا أنا 2، وهنا أنا ايش قد؟ 2 4. 2 4. هنا أنا ايش قد عندي H2O، فايش قد لازم أضبط الهيدروجين؟ في 2، فصار كم هيدروجين عندي؟ 4. توازن أو ما توازن؟ توازن، زين. نجي على الأكسجين، هنا نشغل عندي؟ وهنا نشغل عندي؟ أمر أربعة صار، ورا ما حطيت اثنين، هاي اثنين، هاي اثنين، إيش قد صارت؟ أربعة، توازن بالمعادلة؟ فهسا عرفتوها شلون؟ عرفتوها ولا لا؟ عرفتها والله عرفتها. إي ماشي أنا علمتكم سعيد علمني. المهم فعملية التوازن يا بطل يا حبيبي. نجي على هذا نهاية الكيان شوف هذا V plus 3 زائد I2 هذا هنا الحالة غيرت احنا كنا قبل يطلع ان I يتحول الى I2 هذا الساعة يتحول الى I زين فهنا V plus 3 على زائد I2 زائد H2 طلعنا V O plus minus 2 في 2 minus I زائد H plus تمام؟ زين
هذا هنا بلس 3 صار بلس 4 فايش قد صار لي هذا؟ أوكسيديشن زاد الأوكسيديشن صح اللي هو واحد يعني طالما عنده واحد زين هذا من صفر راح إلى وين؟ راح إلى ماينس 2 فصفر زائد عن x يساوي لنا ماينس 2 فx يساوي لنا ليش ماينس 2 ماينس 1 هو؟ اي 2 حبيبي اي 2 هو اصلا زين فصار ايش قال؟ بلس 2 تمام؟ فحتى بهالحاله لازم في ايش قد ضرب في 2 هذا ضرب في 1 مو دور اي زين فتطلع المعادله هنا 2v بلس 3 زائد i2 زائد h2o طلع عندنا 0 زائد 2i زائد 4h بس ايش اوازنها انا وازنها على صفحه خليني اشوف ليش صار هالشيء هسه 2v هذا اصلا طالع لي بدون 2 هنا فايش اسوي؟ اضربه ب 2 هذا عرفت ايش بدي هسه صار عندي 2v هنا هنا ايش قال؟ 2 صح يعني تساوي الاي 2 ايش قال؟ حط حوالي قدام حوالي 2 ماينس 1 صح؟ إذا أنا متوازن ولا لا؟ متوازن زين جينا على الاتش 2 طلع لي هنا 4H أو مو H كان قبل فلو قبل ما نحطها الأكسجين هنا ايش قد موجود عندي؟ 2 صح؟ وهنا 2 إي فحط 2 قدامهم صارت ايش قد عندي أكسجين؟ 2 نفسها صحيحة وهي صارت 4 حتى 2 4 واضحة ولا لا؟ فإذا هي بس هاي الحالة المختلفة يعني عندنا طلع عندنا الآي تحول إلى ماينس 1 تمام؟ شوف هاي اسمها naming of the compound تسمية المواد الرومان نيومرالز اللي هو هاي أو هاي هاي من نطوها often given to distinguish different oxidation status يعني شنو الFE هو الحديد نفسه إذا نروح على الأيرون هيا بالأيرون شبيه الFE مرات يصير بلس 2 مرات يصير بلس 3 فإذا هنا ما يزال بلس 2 هذا بلس 3 تمام؟ وهي CO2 و CO3 الكبر واحد أوكسيد ونفس الشيء الكبر 2 إذا أروح على الكبر اللي هنا وهنا الكبر هذا الكبر إذا هو بلس 1 و بلس 2 صحيح؟ فإذا ذني أول حالة تجي بيها ذني numerical number إلى العناصر اللي هي عندها أكثر من oxidation state صح؟ يعني مثلا مثل ما قلت لك الاف اي والكبر هاي وحده من وحده تمام؟ فتدخل بيه زين هسه اجينا على ذني الاوكسيديز اوف ذا نيتروجين هاي في حاله الغازات هذا اللي يحفظون حفظ مثل ما هي يعني شنو اللي يكتب لك ايرون كلورايد تكتب له اف اي بلس 2 سي ار 2 ايرون بلس في ثلاثه كلورايد يطلع هيك شغلات واضح؟ اللي يحفظها N2O اللي هو نيتروجين 1 أوكسيد NO نيتروجين 2 أوكسيد NO2 اللي هو نيتروجين 4 أوكسيد تمام؟ واضح عندي ولا يسأل أنا NO2 معناتها صوديوم نيترايت 3 أنا NO3 صوديوم نيترايت 4 تمام؟ زين الأيونز كونتينينج أوكسجين أند ون أذر إليمنت الإند مالتها 8 يسموه 8 ما عدا في حالة الـ OH اللي هو الهيدروكسيد فكإكزامبل ion containing chloride and oxygen are chlorates نفس هاي الـ 8 هي الموضوع وهذا هنا السلفر ويل أو السلفيت زين الـ name of the inorganic acid الـ inorganic الأحماض اللا عضوية الأحماض اللا عضوية تنتهي بـ IC وراء acid مثل شنو؟ H3PO4 اللي هو السلفوريك اسيد اذا انتهى بايسي واسيد
HCIO4 اللي هو الكلوريك أسيد، تمام؟ هاي تسميها. Naming my compound in chemistry. بالنسبه لي salts are formed from the addition of acid to metal and replace the hydrogen ion giving off by the acids. Salts of the carbon acids are usually named without including the oxidation number. يعني هذا الاكسيديشن نمبر اللي دخلناه هنا اللي هو 1 و 2 و 4 بالاملاح ما يدخل، حتى لو هو دي، حتى لو بيأثر من الاكسيديشن ستيت ما يدخل. واضح؟ زين. فمثل من يا بهنان MgNO3.2 مغنيسيوم نيترايت، ما ينكتب مغنيسيوم نيترايت بين قوسين 4، واضح؟ ينكتب بس مغنيسيوم نيترايت. نفس الشيء بالنسبه للبوتاسيوم سلفيت، ينكتب بدون الرمز مال السته الاغريقي، تمام يعني؟ زين. بعد منهم we also not state the oxidation number of the metal if it is only has one oxidation state. مثل منهم كل اللي موجود بجروب واحد بجروب اثنين، وين هذا اللي موجود؟ هذا جروب واحد وهذا جروب اثنين بالجدول الدوري، ما عنده اوكسيديشن ستيت وحده. مثل شلون تقول لي انا شلون اعرف؟ فترجع على هاي. مثل اول واحده وين الهيدروجين؟ وين الهيدروجين؟ هاي بي واحده وحده لو لا؟ صح؟ زين نجي على ورا الهيدروجين من الليثيوم الاي واي، وين الليثيوم؟ وحده لو لا؟ وحده. فمن دخل بي اي رقم غريبي. واضح؟ زين. اجينا على N2SO3 N2SO4 Fe. يا بشنو تسميتين؟ هذا هو واحدة تسمية الصوديوم سلفيت. هذا ليش ما ذكرنا به العدد الغريبي؟ لأن أملاح. واضح؟ زين. هذا هنا FeNO3.2 نذكر العدد الغريبي هنا. ليش؟ لأن Fe بأكثر من الأوكسيديشن ستيت، وهنا داخل بالـ Fe بلس 2. Fe plus 2 صح؟ فذكر iron plus 2 بين قوسين nitrate. مصطفى حبيبي وياي انت هني؟ وياي لو بعد شوي شنو هو الفصل الدول حتى ارجع؟ هو هنا هذا حبيبي شوف كل شيء ملح ما ينذكر هذا الرقم الغريب ما ينذكر وياه بالاملاح زين او بالمركبات اللي تدخل ضمن الجروب واحد واثنين من الجدول الدوري اللي عندها اوكسيديشن ستيت وحده، يعني شنو؟ مثل الهيدروجين. واذا نجي نقارنه بالافي الحديد، الهيدروجين دائما بلس واحد، ماكو هيدروجين بلس 2. تفهم؟ بينما الافي اكو بلس 2 واكو بلس 3 اللي هي ذني هنا شنو الشرط موجوده؟ 2 و 3. زين؟ فدخلنا الرقم الاغريقي اللي واحد ما يذكر لا الملح تذكر له رقم غريبي ولا مثل الهيدروجين اللي يدخل المركب اثنينات من الجروب واحد ما عنده بس ستيتس واحد فما يحتاج اذكر اي رقم غريبي واضح؟ زين هذا نفس الشيء هذا شوف رجعنا مادة اخوي الايرون عنده اثنين الكبر هسه قبل شوي حكينا عليه هم عنده شو اسمه اكثر من حاله بس هنا داخل سيو بلس واحد هنا داخل 1 من هذا صار تعدل شلون هاي الاسم هاي هسه اذا مفصخه سيو 2 او الاكسجين ايش قد الاكسديشن نمبر مالته؟ ناقص 2 هذا حتى اوازنه حتى طلع الكمبون بدون شحنه هذا ايش قد لازم السيو؟ بلس واحد حتى يظهر في 2 يطلع لنا بلس 2 يوازن لنا بينما اكو غير كومبوندز الكبر اكو بلس 2 نعم صح؟ نعم زين فهنا بما انه هو عنده اكثر من اوكسيديشن نمبر ذكرت الاوكسيديشن نمبر اللي موجود هسه هو دي اللي هو جيل واحد صح؟ بس هذا حتى يكون دقيق هذا المفروض يكون هيجي انا ايش قبل ما اسوي نفس الشيء بالنسبه لايش تو اسوي نفس الشيء انا عندي تمام؟ ما على يعني زين هاي الهوسه هسه اللي حكيناها دريب نتعلم هسه شلون نكتب يعطيني رموز احولها انا الى حاله كيميائيه الفورمولا مالتها ايش يقول لي هنا؟ انطاني التسميات التاليه صوديوم كلوريت 4
containing one sodium ion, what is the formula of the sodium chloride? Zero. We know that بالنسبه للصوديوم الاكسيديشن نمبر 1 تي بلس 1 بالنسبه للاكسجين ماينس 2 وهنا موجود الاكسيديشن نمبر اوف كلورين هنا هو كاتب لها 5 فاذا بلس 5 ليش؟ لانه هنا منو هنا الالكترون اللي بتكتبه حتى عليه الاكسجين فالنيجاتيف تشارج راح تلف صح؟ بينما الكلورين اللي بعده هو سالب وياه ويعني ها؟ ايوه ايوه زين فهسه نجي نحسب الاكسديشن نمبر 1 كلورين بلس 1 زائد الاكسديشن نمبر 1 اكسجين ماينس 2 فطلع لنا هنا اذا 5 هذا في 2 فاذا ماينس 2 5 زائد ناقص 2 ايش قد يطلع؟ يطلع لنا 3 فهنا سو ذا كلوريد الكلوريد ايون از CiO3 ماينس 1 NaCiO3-1 هنا شلون تنحسب؟ لأن الصوديوم حصير البلس تشارج مالته أقل من CiO3 فصارت النيجاتيف تشارج عند CiO3 تمام؟ تمام ولا يعني؟ أها لو سكيت بحكي يا زين دكتور هاي لازم مشان نفسر لهم يلا اكتب الصيغة مالي إذا عرفها لا لا تكتبه بس راس تكتبه بس زين فهنا الصوديوم كلوريد واحد ايش راح تكتب؟ NaCiO3 الايرون اوكسيدايز اللي هو ال Fe2O3 هذا اللي شوف ما نعطيني بيه تشارج ما نعطيني بيه شحنه اذا اعطيني شحنه لازم احسبه بشكل لان هذا البوتاسيوم نيتريت ال KNO2 الفوسفورس كلورايد PCI PCO3 واضح يعني؟ واضح ولا لا؟ ما خلصت المحاضره العظيمه وانا مخلصت وياهم فاكو شيء بعد عندكم سؤال؟ واضح عندك حبيبي يلا توكل على الله وهذا يروح يصير من الدكتور عمر بس اخو سيدي تقدر ترد عليه حبيبي الدكتور عمر والله بس اطلب لنا سي بي جي بس فارغ اي انت تدرب اي يعني سي بي فارغ ولا لا ولا حبيبي بس لا لا بتعلم انت خمس ساعات محاضرة خليني اروح اشوفه خلاص شوف اذا ما قبلها حبيبي اذا ماكو لسه كثير اللي قاعد يقول لك بس انا اللي تسيبني فاضي، انت ما حتجيبه بس طفي الفيديو.